هناخد ال KNN اللي هو ال K nearest neighbor. لو انا دلوقتي اديت لك الصورة ديت وما قلتلكش الصورة دي بتاعت ايه، بس انت already عارف في الميموري بتاعتك ان انت شفت صور شبه دي او شفت animal شبه دي، فتقدر تقول عليها ان هي duck. تمام، فده حاجة اسمها the duck test inductive reasoning، بيقولك ان لو if it looks like a duck, swims like a duck and quacks like a duck then it's most probably a duck. تمام، فده معتمد على ايه؟ معتمد ان انا في الميموري بتاعتي في حصيلة من الصور او حصيلة من الانيمالز، اوكي، منهم الدك. تمام، ولقيت ان الانيمالز اللي عندي في الميموري ديت اللي هي الدكس very similar للصورة اللي انت اللي رديتها لك، فهقدر اقول ان هي عشان كده دك. تمام، فانا البيزك ايديا ان انا لو عايز اعمل بريدكشن لسيتويشن معين فهدور في الميموري بتاعتي واشوف السيتويشن اللي سيميلر واعمل البريدكشنز بتاعتي على اساس كده. تمام، فالالجوريزم بتاع الكي ان ان بيأسيوم ان السيميلر ثينجز اكزيست ان كلوز بروكسيمتي، معناها ان السيميلر ثينجز قريبين من بعض في السبيس او قريبين من بعض في السبيس اللي احنا بنتكلم فيه. طيب الستبس بتاعت الكي نيرست نيبر بتقول لك ان لو انا مثلا عندي دي الداتا، تمام، وجات لي بوينت جديده اللي هي الصفرة دي وعايز اختار الكلاس بتاعها، اوكي، فهعمل ايه؟ هحسب الديستنس ما بينها وما بين كل البوينتس اللي موجوده عندي في الداتا، اوكي، وبعدين انا عايز اكلاسيفاي البوينت دي، فهقول لك مثلا ليتس سي هشوف مثلا اقرب ثلاثه نيبرز، ده الكي ان ان اللي هو الكي نيرست نيبرز، فهشوف الاقرب كي نيبرز، فانا مثلا ليتس سي ان انا هشوف اقرب ثلاثه نيبرز، فاقرب ثلاثه نيبرز عندي اللي هم دول مثلا، هشوف الكلاس بتاعهم، اوكي، فانا مثلا ليتس سي ان انا عندي تو كلاسز في الداتا دي، فهقول لك مثلا اوكي الديستنس من هنا الداتا ده كلاس 1 ودولت الاثنين مع بعض كلاس 2، فيبقى الماجوريتي فوت بتاعي هيقول لي ان ده كلاس 2، يبقى انا هكلاسيفاي بيزد على الماجوريتي فوت للاقرب كي نيبرز لي، اقرب من ناحيه الديستنس بتاعه. تمام، فاحنا كده في تو بارامترز اتكلمنا عليهم، الكي والديستنس. تمام، فالبيسك ايديا زي ما قلنا ان انا عندي الداتا بوينتس بالشكل ده، تمام، والكي بارامتر انا بختاره والديستنس بتاعتي انا بختارها. تمام، فانا الكي بارامتر دوت مهم قوي، لان انا لو حطيت النيبرز بواحد معناها ان انا بقول لك ايه، بقول لك طيب يبقى انا كل بوينت هقرر على اساسها اي كويري جايه لي قريبه منها، فانا هقرر على 1 بوينت بس. تمام، لو انا قررت على عماله بكبر عدد البوينتس هلاقي ان انا يعني واضحه قوي ان هنا انا باوفر فيت وهنا انا مش باوفر فيت للدرجه، لان انا هنا انا في انا كده بقرر ديسيجن باوندريز على اساس ممكن تكون في نويز في الداتا وابقى انا سنسيتيف ليها قوي. لو انا بتكلم على 1 نيرست نيبر بس فممكن البوينت اللي هي نيرست ليها دي تبقى نويز زي البوينتس دي مثلا. تمام، طيب فالكي بارامتر دي حاجه من الحاجات اللي احنا لازم نكررها. حاجة تانية الديستنس متريك، السيميلاريتي بتاعتي اللي انا بقرر على اساسها اللي هي الديستنس متريك، انهي ديستنس متريك؟ فعندنا ديستنس متريكس كتيرة قوي، تمام، منها الاكليديان ديستنس وحاجة اسمها المهلانوبس ديستنس. الاكليديان ديستنس بتاعتي اللي انا بتكلم عنها لو هنتكلم عنها ان جنرال كده، ان الاكليديان ديستنس لو انا عايزة البوينتس اللي ات ذا سيم ديستنس من البوينت اللي في السنتر ديت، يبقى الاكليديان ديستنس هترسم لي دايرة والبوينتس اللي على الدايرة دي كلهم ات ايكوال ديستنس من البوينت اللي في النص. المهلانوبس لا، المهلانوبس ترسم إليبس، كل البوينتس اللي على الإليبس ديت تعد at the same distance from البوينت اللي في النص. هنشوف هي بتعمل كده ازاي، بس خلينا نتكلم على الكليدين ديستنس. لا الكليدين ديستنس عشان احسبها كنت بعمل ايه؟ بقول لك اوكي سكوير روت لو مثلا ان 2 دايمنشنز، فسكوير روت الاكس 1 ماينس الاكس 2 سكويرد بلس الواي 1 ماينس الواي 2 سكويرد، واقدر احسب الكليدين ديستنس بتاعتي. لو انا بتكلم على ان دايمنشنز ففي الحاله دي انا هعمل السميشن على كل الدايمنشنز بتاعتي من اي بيساوي 1 لان الديفرنس ما بين البي في الدايمنشن دوت والكيو في الدايمنشن دوت، لو انا عايز احسب الديستنس ما بين التو فيكتورز بي وكيو. طيب لو انا بحسب لما انا بعمل بالكليديان ديستنس في الكليديان نيبر في الديسيجن باوندرز بتاعتي بتعمل حاجه اسمها الفروني تيسيليشن. الفروني تيسيليشن ديت انا تقسيمه السبيس بتاعتي ازاي بيزد على الكليديان ديستنس، معناها ايه؟ لو انا بتكلم على 1 نيرست نيبر 1 نيبر بس، فالفروني تيسيليشن او الفروني دياجرام بيعمل ايه؟ بيبص على كل النقط اللي حوالين كل نقطه، بيرسم ريجن حوالين كل نقطه في الداتا، فالنقطه دي هرسم حواليها ريجن. طب الريجن دي الباوندريز بتاعتها عامله ازاي؟ الباوندريز بتاعتها بتبقى جواها كل البوينتس اللي قريبه للنقطه دي وبعيده عن كل النقطه الثانيه، يعني النقطه دي اقرب للمثلث ده من المثلث ده، يبقى هي تعد جوه الريجن دي، فبيرسم الريجن حوالين كل نقطه. تمام، واي بوينت انا كده لما دام رسمت الفروني دايجرام فاي بوينت بتقع بشوف هي جوه انهي ريجن وعلى اساسها بقول ان ده النيرست نيبر بتاعها. تمام، طب انا كده عملت الفروني تيسيليشن للوان نيرست نيبر. طب لو الكي نيبرز، لو الكي نيبرز هتبقى ماتش مور كومبلكس بس تقدر تترسم برضه. فالكي نيرست نيبر بيقدر يتعلم ديسيجن باوندريز صعبه. طب ديسيجن باوندريز اقدر اجيبه ازاي من الفروني تيسيليشن ديت؟ والفروني تيسيليشن اتعملت بس بان هي بيقول لك ان الريجن دي فيها كل الانستنسز اللي قريبه من البوينت دي. تمام، فهقول ايه؟ هشوف كل الفروني
دايجرام كل البروني ريجنز اللي بتشوف نفس الديسيجن نفس الديسيجن. فمثلا ليتس سي مثلا طول ما انا ماشيه هنا الناحيه دي بوزيتيف والناحيه دي مثلث، يبقى انا ماشيه على اللاين ده كده بوزيتيف مثلث بوزيتيف مثلث بوزيتيف مثلث، يبقى الريجن دي كلها كده تعد بوزيتيف، الريجن دي مثلث والريجن دي مثلث. تمام، يبقى انا لو جات لي كويري جديده، دي الكويري بتاعتي الانستنس الجديده اللي انا عايز اشوف الكلاس بتاعها ايه، هشوف هي تقع في انهي فروني ريجن، فهي تقع في الريجن بتاع البوزيتيف يبقى الكلاس بتاعها بوزيتيف، او اشوف في الديسيجن باوندري فهي في الديسيجن باوندري بتاع البوزيتيف يبقى هي بوزيتيف. تمام، طيب هنا ده وان نيرست نيبر. مشكله الوان نيرست نيبر ايه؟ ان احنا قلنا ان هو هيبقى اكستريملي سنسيتيف للنويز، زي مثلا النقطه دي ممكن اعتبرها نويز. تمام، ان هي لوحدها خالص، هي البوينت ذاتس ذا اونلي سنجل بوينت هنا، وعملت ريجن لوحدها اللي هي الكلاس اللي هو المثلث. اوكي، لو انا كبرت الكي وخليتها 3 هلاقي ان انا المثلث دوت راح السنسيتيفيتي للنويز قلت. تمام، بس اجين الكي هايبر بارامتر، واخترنا الهايبر بارامتر هيبقى بان احنا نعمل حاجه اسمها الكروس فاليديشن. طيب الاكريديان ديستنس لو انا بحسبها مثلا من السنتر بتاعت حاجه فبنحسبها بنفس الطريقه. لو انا السنتر بتاعي اللي هو المين مثلا، يبقى انا عندي المين بتاع الداتا دوت رقم ان ان دايمنشن او فيكتور في الان دايمنشنز. تمام، ده المين بتاعي. تمام، واحد اقدر احسب الديستنس بتاع النقطه دي مثلا من المين، ما فيهاش اي مشكله. مشكله الاكريديان ديستنس تبقى ايه؟ لو انا بصيت على الثلاثة فيجرز اللي قدامي دولت، تمام، فانا هنا البوينتس بي وسي وA، البي وسي بوينتس بي وسي ار ايكوي ديستنس من ايه؟ يعني نفس الديستنس بتاعتهم من ايه؟ ليهم نفس الديستنس. تمام، طيب فهنا اوكي دي ما فيهاش مشكله، هم تقريبا كلهم في نفس الكلاستر. لكن هنا السي doesn't look like it belongs للكلاستر بتاعت الA، صح؟ البي looks like it does، بس الاكليديان ديستنس مش شايفه الدنسيتي، او مش شايفه قد ايه هي دنس البوينتس متجمعه حوالين بعض في حته، هي كل اللي بتحسبه الديستنس اللي هي الستريت لاين. تمام، فهتلاقي ان البي من الاي نفس الديستنس من السي للاي، فكانيرس نيبرز هقول ان هما الاثنين نفس الكلاستر، نفس او نفس الديسيجن، نفس الديسيجن بتاعي. في البي والاي والسي هنا برضو نفس الحكايه، مع ان البي دازنت بيلونج، شكلها دازنت بيلونج ليه الديسيجن بتاع الدولت، يعني دي ممكن اعتبرها ان هي لو انا مثلا سي في كلاستر هنا فهلاقي ان البي المفروض تبقى اقرب من هنا من دي، ما ينفعش ان هي تبقى ليها نفس الديستنس من السي. تمام، فده بيبقى ايه؟ ده بسبب الكوفارينس، السبريد بتاع الفاليوز بتاعت الفيتشرز. تمام، كوفارينس ما بين الفيتشرز، فهنا في عندي نيجاتيف كوفارينس وهنا في بوزيتيف كوفارينس، فالاكريديان ديستنس ما بتعتبرش ده معايا. تمام، فالمهلنوبس ديستنس بتاخدها معايا. طيب بتاخدها معاها ازاي؟ المهلوبس ديستنس بتستخدم الكوفارنس، ان انا الحاجه اللي معايا اللي بتفرق لي ما بين دي ودي ودي هي الكوفارنس، فانا بستخدم الكوفارنس عشان اسكيل الديستنس. اسكيل الديستنس ازاي؟ والله انا عايزه الديستنس اللي هنا تبقى قليله. تمام، فبستخدم الكوفارنس عشان اخلي الديستنس هنا قليله والديستنس هنا كبيره، فكاني بقسم على الكوفارنس مثلا، يعني هنا في كوفارنس مثلا وهنا الكوفارنس بتاعي بطريقه معينه، هنشوفها في الماتريسيز مالتيبليكيشن بيبقى عامله ازاي، بس كل اللي انا بعمله ان انا بستخدمه علشان اقول ان الديستنس هنا قليله مقارنه بالديستنس هنا. تمام، طيب نفتكر الكوفارنس ان انا لو في يونيفورم ديستريبيوشن او الفيتشرز ما لهاش علاقه ببعض قوي فهتلاقي الكوفارنس زيرو، لو في لينير ريليشن او في باك في البوينتس بتاعتي في دايركشن معين فلاقي اما بوزيتيف يا اما نيجاتيف كوفارينس. تمام، طيب لما اجي احسب الاكريديان ديستنس، لو انا معايا لو انا عايز احسب المين بتاع البوينتس دي ما فيهاش مشكله، هقول لك ان انا عندي الاكس والواي بتاعي، لان انا المين بتاعي هيبقى تو كووردينيتس سوري تو ان تو دايمنشنز، فاحسب المين بتاع الاكس والمين بتاع الواي، يبقى انا كده عندي السنترويد بتاعي هو 3 و3. تمام، طيب لما اجي احسب الديستنس بالاكليديان ما بين السنترويد وما بين النقط مثلا، هلاقي ان انا زي ما قلنا الديستنس ما بين النقطه دي والنقطه دي نفس الديستنس ما بين النقطه دي والنقطه دي، وده كحسبه فيها سيم اكليديان ديستنس. تمام، بس ات لوكس لايك ان الداتا بوينت 1 هي زي ما قلنا المفروض تبيلونج للجزء دوت، والداتا بوينت 2 لا. تمام، ففي الحاله دي بنستخدم المهلوبس ديستنس بالكوفارنس. بتتعمل ازاي؟ بيقول لك ان انا سكوير روت الفرق ما بين، لو انا مثلا هحسب المهلوبس ديستنس ما بين افكتور والمين فيكتور، فهيبقى الفرق ما بينهم، تمام، ما بينهم في الدايمنشنز بتاعتهم، ترانسبوز في الكوفارينس ماتريكس بتاعت الداتا انفرس في الفرق ما بينهم تاني. تمام، طيب لو فكيناها شويه ما بين اي تو فيكتورز الاي وبي، تمام، لو الاي والبي ام دايمنشنز مثلا، فهيبقى انا هاخد الرو فيكتور، اول حاجه هتبقى الرو فيكتور عباره عن الديفرنس ما بين كل دايمنشن الاي والبي، تمام، مضروب في الكوفارينس ماتريكس انفرس مضروبه في الكولم فيكتور بتاع الديفرنس ده، نفس الديفرنس بس انا عملته كولم فيكتور. تمام، لان هو دخل الكوفارينس معاه فهو خد في عين اعتباره الديستريبيوشن بتاعي، ان هي هل في كوفارينس بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا لا.
خلينا نمسك الايكويشن واحده واحده. هي بتحسب الديستنس ما بين تو انستنس اي وبي فيها ام فيتشرز. طيب اول جزء دوت هو رو فيكتور عباره عن السبتراكشن بتاع الفيتشرز اوكي لكل فيتشر عندي في الداتا بوينت. لو انا عندي بوينت اي وبوينت بي او انستنس اي في الداتا وانستنس بي في الداتا، فه ماينس الفيتشر بتاعت اول فيتشر في اي من اول فيتشر في بي اند سو اون لكل الام فيتشرز بتوعي. تمام. طيب الكوفارينس اللي هو الفارينس مالتيبليكيشن بتاعي اللي انا عملته دوت او الانفرس فارينس مالتيبليكيشن كاني بقسم على الفارينس، فايه اللي بيحصل؟ ده الايفكت بتاعه ايه؟ الايفكت بتاعه ان انا لو الفارينس بتاع الفيتشر كبير تمام هلاقي ان الويت بتاع الديفرنس ما بينهم اقل. تمام. الويت اللي هيكونتريبيوت لحسابه الديستنس هيقل. تمام. وده ميك سنس بيزد على الرسمه اللي احنا رسمناها، ان انا لما هلاقي الفارينس بتاعي كبير تمام فالمفروض الديستنس بتاعتي تقل. اوكي. طيب لو الكورليشن ما بين تو فيتشرز عاليه هلاقي برضو ان الويت بتاعهم قليل. الكورليشن برضو خلينا نعتبرها الكورليشن والكوفارينس الفرق بينهم مش كبير للدرجه، واحده فيهم نورمالايز والثانيه لا، فبنعتبرهم نفس الحاجه. تمام. طيب اخر حاجه انا بعملها ان انا بملتبلاي بالكولوم فيكتور بتاع الديفرنسز. الكولوم فيكتور دوت هو نفس الحكايه بتاع الرو فيكتور بس مقلوب. طيب بنعملها ليه؟ على الماتريكس ملتبليكيشن بتاعي. اوكي عشان سهل الماتريكس ملتبليكيشن، عشان انا كاني بسكوير الديستنسز برضو بس ان تيرمز اوف ماتريسز، وناخد ونفتكر ان دايما الكوفارينس بتاعي بيبقى كوفارينس للداتا كلها. طيب لو الكوفارينس بتاعي اللي انا بعمله دوت هو بيعمل ايه في الاخر؟ هو كانه بيعمل سكيلينج وروتيشن للداتا، بيعمل اكسيز تانية. تمام. بيعمل اكسيز تانية. الاكسيز تانية ديت بيبقى عبارة عن زي ال PC dimensions، ان هي عبارة عن الاكسيز في الدايركشن بتاع ال higher variance او low variance بتاع الداتا. تمام. فبيعمل الاكسيز دولت الاوريجين بتاعهم فين؟ الاوريجين بتاعهم عن البوينت اللي انا عايز اعرف اللي انا بحسب عن من عندها الديستنس. يعني انا بحسب الديستنس من عند البوينت اللي في النص دي مثلا. تمام. دي البوينت اللي انا عايز احسب الديستنس ما بينها وما بين كل البوينتس اللي حواليه. اوكي. فهحسب فهبدا احط كوردينيت سيستم هنا تمام في الدايركشن بتاع الفارينسز بتاعي. تمام. واليونتس كلها طبعا انا قسمت على الفارينس فخليت اليونتس بتاعتي كانها واحد، فيبقى يونت فارينس الونج ايتش اكسيس في الكوردينيتس الجديده. تمام. الروتيشن والسكيلنج بتاع الاكسيس دوت اللي حصل ان انا ضربت في الانفرس كوفارينس ماتريكس بتاع الداتا. احنا شفنا حاجه زي كده ان انا لما بضرب في حاجه زي الكوفارينس او بضرب في حاجه زي كده في الجاوسيان كان بيقلب الاكسيس بتاعتي. تمام. طيب فلو انا بصيت على الرسومات اللي قدامي ديت، فكل ايليبس من دول احنا قلنا المهنوبس ديستنس بتجيب ان الديستنس از ايكوال على ايليبس. فهنا دي كل البوينتس اللي على اللاين دوت ليها ديستنس 1، كل البوينتس اللي على اللاين دوت ليها ديستنس 3، كل البوينتس اللي على اللاين دوت ليها ديستنس 5. نفس الحكايه هنا. لو انا هنا انا هنا الفرق بين هنا وهنا ايه؟ ان انا غيرت البوينت اللي بحسب من عندها الديستنس. هنا انا بحسب الديستنس من عند البوينت دي، هعمل الكوردينيت سيستم عند البوينت دي واحسب الديستنس. تمام. هي نفس الحكايه هنا. دي بقى السامبل اللي احنا شفناها، الاكزامبل اللي احنا شفناها في الاول، ان انا لقيت الديستنس هنا وهنا ايكوال ايكوال في الاكليديان، لكن لما جيت احسبها في المهلنوبس فلقيت ان في اليبس هنا، اليبس سنتر حوالين الاي وعند السي الديستنس بتاعتها 2.25، واليبس ثانيه عند البي الديستنس بتاعتها 9.4. فالديستنس زادت افكتيفلي لان الكوفارينس هنا انا قسمت عليه كاني قسمت عليه. تمام. مقارنه بالديستنس هنا. تمام. طيب حته ان انا الروتيشن والسكيلنج ديت حصلت بيه ان انا ملتيبلايد باي انفرس كوفارينس، معناها ايه؟ معناها ان انا لو الكوفارينس بتاعتي الايدنتيتي ماتريكس اي ايدنتيتي ماتريكس، فمعناها ان انا كاني ما عملتش اي روتيشن وسكيلنج. طب انا لو ما عملتش اي روتيشن للسكيلنج الديستنس بتاعتي دي هتقلب ايه؟ لو انا دي كانها واحد فكاني بعمل كده الديستنس سكويرد، فكاني بحسب الاكليديان ديستنس في الاخر. تمام. طيب لما نيجي نحسبها للداتا، فانا لو الكوفارينس ماتريكس بتاعت الداتا عندي الانفرس بتاعها بالشكل ده، وانا عايز احسب الديستنس من عند النقطه ما بين مثلا 1.9 و2 مثلا. تمام. وجيت احسب الديستنس عند بوينت 1 وبوينت 2، فلاقي ان بوينت 1 الديستنس بتاعتها 2.26 في المهلانوبيس، وبوينت في الاكليديان سوري في المهلانوبيس بتاعت بوينت 2 هلاقي ان هي 6، فالديستنس اكبر. تمام. ممكن نبص عليها تاني من ناحية لو انا عندي nearest neighbor مثلا، ده ليها لو انا هستخدمها في nearest neighbor فهستخدمها بنفس الطريقة بتاعت الكي nearest neighbor الالجوريزم نفسه هو هو، except ان انا هشيل الفيدين distance واحط بدلها المهنوبس distance لما اجي احسب الدستنس ما بين كل point والpoints اللي حواليه. تمام. فانا لو جت لي point جديدة هنا، دي مثلا ليها class ودي ليها class، لو جت لي point جديدة هنا تمام وجيت احسب الاكليديان distance بتاعتي، هلاقي ان الاكليديان distance من السنتر بتاع الداتا اللي هنا تمام السنتر بتاعها هنا هيبقى كبير مقارنه بالديستنس من هنا لهنا. تمام. لو جيت احسب المهلانوبس ديستنس هلاقي لا المهلانوبس ديستنس هنا اقل من هنا. تمام. وده ميك سنس لان المفروض ان هي اكشلي نيرست نيبرز بتوعها هيبقى دي، لان ده شكل الداتا توزيع الداتا بالشكل دوت المفروض ياخد في عين الاعتبار الديستريبيوشن ده، فيقول لي ان البوينت دي
belongs للكلاس دوت مش للكلاس ده. طيب لو انا بتكلم ده كده الديستنس بتاعتي distance parameter. تاني parameter كان الكي parameter. الكي parameter مهم قوي ان انا اختاره بحيث ان ما يبقاش فيه تاي. يعني ايه فيه تاي؟ لو انا عندي two classes ما ينفعش ان انا اقول ان عدد الكي neighbors اتنين لان ممكن تحصل تاي، واحد منهم يقول class one والتاني class two. فلازم الparameter كي ما يبقاش a multiple of عدد الكلاسز بتوعي، تمام؟ فبحيث ان انا يبريك التاي اللي ما بينهم، تمام؟ طيب تاني حاجه البايس والفارينس. لو لقينا ان الكي كبيره قوي، لو انا كبرت الكي كبيره قوي، اكبر كي ممكن احطها للداتا كلها، اكبر كي ممكن احطها للداتا هي عدد الداتا كلها، عدد الداتا بوينتس كلها. طيب لو حطيت الكي عدد الداتا بوينتس كلها يبقى الكلاس اللي هبريدكت